دونك في هذه الحصة سنقوم بإلقاء نظرة حول البرمجية. دونك قمت بإنشائها باستعمال بطبيعة الحال جوجيبرا. الهدف منها هو تقديم دونك أو المساعدة، مساعدة التلميذ أو مساعدة الأستاذ على تقديم هذا المفهوم اللي هو مفهوم يتعلق بمرونة الطاليس. دونك هنا لدينا مثلث، دونك كما كتلاحظوا هنا سي كونتر ابي سي ان تريونغل، ابي سي عبارة عن مثلث، عندنا واحد لو بوان ام، ان بوان ام كي ابارتيون كوتي ابي، دونك هذه النقطة هذه ام تنتمي الى ديال ابي. دونك يمكنني ان اغير المكان ديالها، لاحظوا معي هنا، دونك يمكنني ان نقولها من ضلع الى ضلع عبر اضلاع المثلث ابي سي. دونك سنهتم بهذه الحالة عندما تكون ام تنتمي الى ابي. دونك يمكننا انشاء المستقيم الذي يمر من ام ويوازي ضلع بي سي. دونك المستقيم المار من ام هو الموازي لبي سي، دونك يقطع الضلع اسي في ان. دونك المستقيم ام ان والمستقيم بي سي هنا مستقيمان متوازيان، دونك لي دروات ام ان بي سي سون باراليل. دونك لاحظوا معي هنا مستقيمان متوازيان. دونك اذا قمنا بنقل النقطة ام الى الضلع الثاني كذلك سنحصل على نفس الشكل، المستقيم ام ان يوازي المستقيم بي سي. دونك هنا سنكتفي بحالة واحدة فقط. المرحلة الموالية دونك يمكننا الربط بين النقطة ام والنقطة سي، دونك وكذلك بين النقطة بي والنقطة ام. دونك لاحظوا معي هنا يمكنني الربط بين القطع عفوا بين النقط لأحصل على القطعتين ام سي و بي ام. دونك هنا لدينا الارتفاع الأول، دونك يمكننا إنشاء الارتفاع ديال المثلث اللي نسميوه اش ان او طور نيميرو ان. دونك هنا لي دو تريونغل ام ان ام ام بي المثلثين ام ان، المثلث ام ان هو هذا اللي باللون الأحمر، المثلث ام ان والمثلث ام ان بي، هذا المثلث ام ان بي، دونك لهما نفس الارتفاع. دونك لاحظوا معي هنا عندما أقوم بإسقاط النقطة ان على الضلع ابي فإنني أحصل على ارتفاع، هذا الارتفاع يمثل المثلث، يعني هو عبارة عن ارتفاع بالنسبة للمثلث AMN وكذلك ارتفاع بالنسبة للمثلث MNB. دونك إذا قمنا بقسمة، دونك سنقسم مساحة المثلث MNB، مساحة هذا المثلث MNB على مساحة المثلث AMN. دونك نعرف أن المساحة لحسابها يكفي أننا نضرب قاعدة ديال المثلث في الارتفاع ديالو ونقسمه على اثنان. دونك ام بي في اش واحد، دونك ام بي وسنحسب مساحة المثلث ام ان بي، سنضرب الضلع ام بي الذي يمثل هنا القاعدة في الارتفاع الذي قمنا بتسميته اش واحد ونقسمه على اثنان، ثم مساحة المثلث ام ان، دونك لدينا نفس الارتفاع، دونك سنضرب الارتفاع في القاعدة التي تمثل هنا ام ثم نقسمه كذلك على اثنان. بعد الاختزال، دونك هنا نختزل ب اش واحد على اثنان، سنحصل على ام بي على ام. بنفس الطريقة دونك سنحصل على الارتفاع الاخر، ارتفاع اش 2. دونك هنا سنقول ان المثلث AMN هذا المثلث دائما الذي باللون الاحمر، المثلث AMN والمثلث MNC الذي يمثل هنا ممثل باللون الاصفر، دونك لهما نفس الارتفاع. دونك يمكنني ان اقوم باخفاء هذا الارتفاع لكي نتحدث عن ارتفاع رقم 2. دونك هنا هذا الارتفاع هو بالنسبه لنا يمثل ارتفاع مثلث، ارتفاع للمثلث AMN وكذلك هو ارتفاع للمثلث MNC. دونك هنا سنحسب هذا الخارج، دونك مساحة المثلث MNC التي تمثل هنا باللون الأصفر. دونك نعلم أن مساحة المثلث هي القاعدة جداء القاعدة في الارتفاع ونقسمه على اثنان. دونك القاعدة هي NC، الارتفاع هو الذي قمنا بتسميته H2 ثم نقسمه على اثنان. كذلك سنحسب مساحة المثلث AMN باستعمال هذا الارتفاع ارتفاع رقم 2. دونك سبق لنا حسبنا مساحة المثلث AMN ولكن باستعمال الارتفاع رقم 1، الآن سنستعمل الارتفاع رقم 2. دونك القاعدة في الارتفاع على 2، دونك مساحة ديال المثلث AMN تساوي القاعدة AN في الارتفاع الذي قمنا باستعمالها H2 وقسمه 2. بعد الاختزال، دونك هنا سنختزل ب H2 على 2، سنحصل NC على 2. دونك أقوم الآن بملاحظة أن المثلثين MNB، دونك المثلث MNB والمثلث MNC لهما نفس المساحة. دونك لاحظوا معي هنا سأقوم بهذه الحركة لكي نبين أن المثلث MNB والمثلث MNC لهما نفس الارتفاع وكذلك لهما قاعدة مشتركة التي هي هنا MN وبالتالي فسيكون لهما نفس المساحة. دونك لاحظوا معي هنا يمكنني أن أقوم بإنشاء الارتفاع. دونك الارتفاع الأول هذا يمثل ارتفاع المثلث
MNC، والارتفاع الثاني هذا كذلك يمثل ارتفاع المثلث MNB. دونك باستعمال الإزاحة يمكننا أن نبين أن هذين الارتفاعان متقايسان أو متساويان. دونك للمثلثين نفس الارتفاع ونفس القاعدة، وبالتالي فستكون لهما نفس المساحة. دونك هذا فقط للتوضيح، المثلث MNC و MNB لهما نفس المساحة. دونك هذا راجع لكون أن المستقيم BC والمستقيم MN مستقيمان متوازيان. دونك إذا كان لهما نفس المساحة دونك سنفعل ما يلي. دونك هنا MB على AM، دونك نعلم أنها تساوي مساحة مثلث MNB قسمة ولا خارج مساحة المثلث MNB على مساحة المثلث AMN. وبينا انطلاقا من هذه المرحلة بينا أن المثلث MNC والمثلث MNB لهما نفس المساحة، وبالتالي يمكنني أن أعوض مساحة مثلث MNB بمساحة مثلث MNC. عندها سنجد هذا الخارج، خارج مساحة مثلث MNC على مساحة مثلث AMN التي سبق لنا أن قمنا بحسابها سابقا لكتساوي NC على AM. يمكننا التبسيط، دونك سنحصل على هذه العلاقة وسأعود إلى الخلف. لاحظوا معي هنا MB على AM، MB على AM تساوي NC على AM، دونك سأخذ هذه العلاقة MB على AM تساوي NC على AM. يمكنني أن أعوض MB، دونك لاحظوا هنا المسافة MB، ماذا تساوي المسافة MB؟ تساوي المسافة الكلية AB، ثم سنطرح منها المسافة AM، دونك هذا ما سنفعله، ونفس الشيء بالنسبة لـ NC، دونك أعيد المسافة MB، مسافة MB تساوي المسافة الكلية AB ناقص المسافة AM، كذلك المسافة NC، هذه المسافة NC تساوي المسافة الكلية AC ناقص المسافة AN. أبخي سامبليفيكاسيون، دونك بعد التبسيط، دونك هنا يمكننا تبسيط هذا التعبير بكل سهولة، سنحصل على AB خارج AB على AM تساوي الخارج AC على AM. ويمكننا كذلك باستعمال العلاقات الرياضية يمكننا أن نبين أن AM انطلاقا من هذه العلاقة يمكننا أن نكتب AM على AB تساوي AN على AC. دونك خلاصة لهذا الأمر، دونك يمكننا أن نلخص هذا في جدول. دونك الخانة الأولى أو السطر الأول سنكتب فيه أضلاع المثلث AMN، أضلاع المثلث الأول AMN، والسطر الثاني سنكتب فيه أضلاع المثلث ABC، المثلث ABC. دونك الملاحظة التي يمكننا أن نحصل عليها هي أن المثلثان مثلثان متشابهان سون دو تريونغل سومبلابل، هذا يعني أن هذا الجدول هو جدول تناسبية. ما معنى جدول تناسبية؟ يعني أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني. دونك هذه القيم هذه AM AN MN بطبيعة الحال تمثل مسافات أطوال أضلاع المثلث AMN، وأطوال أضلاع المثلث ABC تمثل لنا هذا الجدول الذي قلنا عنه جدول تناسبية. دونك لأن المثلث AMN والمثلث ABC هما مثلثان متشابهان، وبالتالي يمكننا تلخيص ما يلي. دونك في المثلث ABC، في المثلث ABC لدينا النقطة M تنتمي إلى AB، والنقطة N تنتمي إلى AC، والمستقيمان MN و BC متوازيان. دونك فحصلنا على هذه النتيجة التي تقول أن AM على AB، إذا قمنا بقسمة AM على AB سنجد نفس الخارج إذا قمنا بAN قسمة AN على AC، وكذلك بنفس الخارج إذا قمنا بقسمة يعني بنفس النتيجة إذا قمنا بقسمة MN على BC. دونك هذه العلاقة تسمى مبرهنة طاليس. دونك بطبيعة الحال يمكننا الاشتغال بعد ذلك على أن نبين هذه المتساوية كذلك MN على BC. دونك أنا اختصرت فقط في هذه البرمجية على إظهار هذه العلاقة AM على AB تساوي AN على AC. دونك شكرا على المتابعة، أتمنى أن تستفيدوا من هذه البرمجية، وإلى فرصة مقبلة بحول الله.